مهم جدا. انا على الشخصين بعمل كده قبل ما بنزل كل يوم، او لو يعني هنزل بدري زي النهارده بالليل ابتدي اشوف ايه درجات الحراره اخبارها ايه. تعالوا نروح نشوف درجات الحراره النهارده اخبارها ايه ونرجع لحضراتكم تاني. يعني اعتقد الامطار لسه مكمله معانا اليومين الجايين، بس خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الطقس النهارده من دكتور محمود القياتي عضو هيئه الرصاد الجويه. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضراتكم. الجو بقى اخباره ايه النهارده والامطار مكمله معانا لامتى؟ اليوم تحديدا لو اتكلمنا عن درجات الحراره فهي لا زالت منخفضه بشكل كبير، لكنها اعلى من الامس بمعدل درجه لدرجتين. كمان لو اتكلمنا عن نشاط الرياح، وده عنصر مهم جدا في احساسنا ببروده الطقس وبدرجات الحراره، نشاط الرياح اليوم هيكون اقل بكتير من نشاط الرياح اللي شهدناه اليومين الماضيين. لكن بالنسبه لفرص الامطار لا زالت مستمره معانا اليوم، امطار بتصل الى متوسطه. يمكن دلوقتي من خلال متابعتنا لصور الاقمار الصناعيه في سحب منخفضه ومتوسطه على مناطق من شمال الجمهوريه، معها امطار بتصل الى متوسطه الشده على مناطق من محافظات ومدن الساحل الشمالي وكمان محافظات الوجه البحري. وايضا اليوم لو اتكلمنا اخيرا عن الملاحه البحريه فبدات تهدأ بشكل كبير، وده نتيجه طبيعيه لهدوء سرعات الرياح. تمام، هل نقدر نقول ان يعني احنا كده هو لسه فصل الشتاء متهيألي رسميا ما دخلش، بس خلاص الجو كده برد، مش هيحصل بقى تراجع في درجات الحراره تاني انها تزيد؟ يعني درجات الحراره اللي بنشهدها دلوقتي دي اقل من المعدلات الطبيعيه. فعلى نهايه الاسبوع وبدايه الاسبوع اللي جاي ممكن ترتفع بمعدل درجتين لثلاث درجات تقريبا، ودي هتكون هي المعدلات الطبيعيه. يعني القاهره هتبدا تسجل من 22 ل 23 درجه كدرجه حراره عظمى، دي مش هتبقى درجات حراره مرتفعه زي اللي شهدناها الاسبوع الماضي 26 و27 بالظبط، ومش زي اللي شهدناها بالامس اللي كانت 18 درجه. مع امبارح كان الجو برد قوي يا دكتور، امبارح كان الجو برد جدا 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 بالظبط، كانت 18 درجه دي اعلى درجه حراره وصلنا لها على مدار اليوم كله، مع سرعات رياح عاليه كنا بنشعر بيها وكانها 16 او 17 درجه. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود القياتي عضو هيئه الارصاد الجويه. الجو يعني احنا امبارح ما مطرش، بس الدنيا مغيمه، تحس ان انت بقى لا بس يعني مطرت اول امبارح، كان في مطره رهيبه، كان يعني انا اول امبارح نصحينا على المطر، انا وانت في التجمع على فكره انا اصلا جالي تليفون قالوا لي شايفه المطر، قلت لهم لا انا مقفله الدنيا، فتحت بقى لقيت الدنيا غرقانه والدنيا مغيمه. انا انت بتحبي الشتاء خالص؟ انا برضو ما عنديش، لا يعني ما عنديش مشكله مع الشتاء، بس انا احب اصحى الصبح الاقي الشمس كده طالعه والاقي الدنيا، وانا كمان الدنيا لذيذه كده، ما اعرفش اصحى على غيام على الدنيا مغيمه.